أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل دعم كافة المبادرات والمساعي من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي والتي تتطلب تكثيف جهود المجتمع الدولي بما يحد من آثارها. نعم، مشيرا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق نحو تعزيز الأمن البيئي من خلال تبني المزيد من المبادرات والخطط والحلول المبتكرة لضمان مستقبل أكثر أمانا وجودة انطلاقا من المسؤولية المشتركة للجميع، مضيفا سموه أن العالم اليوم يواجه بشكل مستمر تحديات مناخية وبيئية مختلفة، ما يحتم على الجميع تعزيز التعاون المشترك ومضاعفة ما يتم بذله من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، مؤكدا على أهمية أن تكون الاستدامة البيئية على رأس الأولويات ضمن خطط ومسارات التنمية على كافة الأصعدة باعتبارها هدفا عالميا وركيزة أساسية للحاضر والمستقبل. جاء ذلك لدى حضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه المؤتمر 27 للأطراف في الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وقد نوه سموه بالجهود التي تقوم بها جمهورية مصر في استضافة هذا الحدث العالمي وما توليه من اهتمام للدفع بالتعاون الدولي فيما يتعلق بالشأن المناخي نحو التطلعات المنشودة، معربا عن تمنياته بأن تتكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق. قال سموه إن مملكة البحرين تضع نصب عينها الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ومن أجل هذا الهدف تتم مواصلة الجهود لتحقيق ما تم الإعلان عنه في مؤتمر غلاسكو بالمملكة المتحدة من كوب 26، التزام المملكة بمجموعة من الأهداف قصيرة المدى بحلول عام 2035، موضحا أن هذه الأهداف تتضمن الخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين. وتم على هذا الصعيد تجاوز هدف هذا العام بزراعة 140 ألف شجرة إلى جانب زيادة أشجار نبات القرم بأربعة أضعاف، حيث تمكنت مملكة البحرين من تحقيق الهدف السنوي لهذه المبادرة بنسبة 100% لهذا العام، إضافة إلى الاستثمار المباشر في تقنيات احتجاز الكربون. كما شملت الأهداف تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% من خلال مبادرات إزالة الكربون ومبادرات تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، حيث زادت مملكة البحرين من طاقتها المتجددة بنسبة 40% في العام الماضي. ومشيرا سموه حرص المملكة المستمر على وضع الحلول المتقدمة في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتقليل كثافة انبعاثات الكربون، وجدد سموه تمنياته بأن يحقق المؤتمر 27 للأطراف في الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 نتائج مثمرة ومخرجات بناءة تعزز التعاون الدولي المشترك للمساهمة معا في مواجهة تحديات التغيرات المناخية بما يعزز النماء والازدهار العالمي.